بعد أكثر من شهر من الحجر وعدم التنقل، عادت شوارع العاصمة عمان تنبض بالحياة من جديد. أكثر من 5000 مركبة عمومية توزعت بين الحافلات والتاكسي والسرفيس عملت في اليوم الأول لقرار الحكومة الذي سمح بتنقلها وفق شروط ومحددات، بالإضافة إلى المركبات الخصوصية التي تحمل الرقم الفردي. جميعها أعاد الازدحام لشوارع عمان. تفاجأوا بوجود هايجين، تفاجأوا بأنه لأول مرة كان الجلوس في الخلف. كل هذه الأمور يعني كانت ليس عقبات بالنسبة لنا، لكن هي كبداية كانت يعني أمور لسه لأول مرة إحنا بنبدأ فيها. فالحمد لله يعني الأمور طيبة وبتبشر بالخير. الشغل الحمد لله رب العالمين، بعد انتظار طويل وبعد مكوث طويل في البيت، الأمور الحمد لله يعني بتبشر بأنها أمور طيبة. التزام واضح بالقرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم عمل وسائل النقل العام في ظل الجائحة، أتبعت بإجراءات احترازية من قبل العاملين في القطاع، وذلك لتحفيز الحكومة على رفع مستوى التشغيل في الأسابيع المقبلة. عودة قطاع النقل العام للعمل جزئيا فتح شهية الأسواق من جديد لرفع الحركة الشرائية، فمن المتوقع أن تزداد الحركة خلال الفترة المقبلة نظرا لإمكانية تنقل المواطنين بسياراتهم الخاصة ووسائل النقل العام. عودة تنقل المواطنين بوسائل النقل العام والسيارات الخاصة جزئيا من المتوقع أن ينعكس على الحركة الشرائية في الأسواق ورفض القطاعات التجارية والخدمية المستثناة من قرارات الحظر بالزبائن من جديد. احنا بداية رمضان، يعني قطاع الألبسة بحاجة لأسبوع أو أكثر حتى العودة له. إن شاء الله كل ما كنا ملتزمين، أعتقد اليوم بصراحة الخسائر تعرض لها القطاع التجاري والخدمي كبيرة جدا. اليوم حتى قدرة شرائية للمواطن، المواطن مش عارف إمتى بتتطور الأزمة، فهو هل ينفق اليوم ولا يعني يوفر من راتبه لما هو قادم. اليوم القطاع الخاص ما سلم رواتبه، فبالتالي هذا أعتقد الأسبوع الجاي لما يصير في تسليم كامل رواتب القطاع الخاص بتعيد الحركة النشاط. تحول مبشر في التعاطي مع الأزمة وإعلان واضح عن الفوز بأول معركة في الحرب مع كورونا، ويبقى مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة العامة والتوصيات الرسمية هو مؤشر استمرارية اتخاذ المزيد من قرارات العودة للنشاط الاقتصادي. أحمد نعيمات، المملكة، عمان.